تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الأصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الأصخير كل على حدة، وكان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصل إلى قصر الأصخير سعادة السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية فرنسا، منوها جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونمو في المجالات كافة. كما وصل إلى قصر الأصخير سعادة السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير دولة الكويت، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت وما تشهده من تطور مستمر في المجالات كافة. ووصل إلى قصر الأصخير سعادة السفير تسيرينغ جيلتشن بنجور سفير مملكة بوتان، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة بوتان، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين. كما وصل إلى قصر الأصخير سعادة السفير هنريك لاندرهولم سفير مملكة السويد، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه أوراق اعتماد سفير مملكة السويد، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في المجالات كافة. كما وصل إلى قصر الأصخير سعادة السيد يوري كوديلكا سفير جمهورية التشيك، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية التشيك، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنيا جلالته للسفراء الجدد كل التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. بدورهم نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التطور والازدهار، مشيدين بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على مختلف الصعد. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية.